لتكن الكلمة الطيبة ابتسامة. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، صدقة ببلاش. فلتكن الكلمة الطيبة ابتسامة تهديها للمهموم، تهديها للمحتاج، تهديها للبائس، تهديها للفاقد، من فقد أحبته، فتكون طوق النجاة لك وله، له في الحياة الدنيا ولك أنت في الآخرة. لتكن الكلمة الطيبة نصيحة صادقة ترفع من شأن من وجهتها له، ولا شأن لك به. قد يكون الشخص النصيحة احنا ما نوجهها بس لأبنائنا وأخواننا أو أهلنا، لا، قد أنت ممكن توجه النصيحة لأي شخص تواجهه، حتى شخص ما تعرفه. وطبعا أنا أختكم أوجه النصيحة لأي شخص حتى لو ما عارفه. ويمكن في إنسان يقول أنا، أو حتى أنا أقولها على نفسي، كأني شوي ملقوفة وصارت كذا مرة، والناس اللي معاي يضحكون. يعني مثلا الجسر لما جاي أنا من السعودية حين وفتحوا لنا، صراحة أنا أدعو حق محمد بن سلمان، صرنا نروح ونيب روحنا. طيب، فلما نكون أول ما أوقف، في البعض من الإخوان الله يحفظهم ويهديهم يصلحهم يدخن، مستحيل أسكت، مستحيل، ما أعرف أسكت. فأقول له على طول نصيحة يمكن في دقيقتين. وللعلم أنا هاي النصيحة وجهتها لدكتورة طبيبة، عرفت أنها يدخن ووجهت لها النصيحة، وبعد كم شهر لما جت قالت لي أنا منعت التدخين. فما بالكم بالنصيحة لما توجهها لشخص أنت ما تعرفه، لكن لازم نعرف الأسلوب في توجيه هذه النصيحة. أول ما تبدأها بكلمة طيبة، بأن الإنسان الشخص اللي أمامك يعرف أن أنت قاعد ما بينك وبينه شيء، لكن حباً فيه وفي العمر المديد له والصحة العافية علشان عياله يفرح فيهم ويبلغ فيهم ويتهنى فيهم ويبتعد عن الأمراض، فأنت يشعر بحبك له فتقول له. طبعاً أنا ما بقول الطريقة اللي أنا أقولها، لكن حتى مرة من المرات واحد قلت له لا تنسى النصيحة، وعطاني البطاقة خلاص، فهذا يقول لي والله ما بنسى بس روحي، لأن كانت الكلمة مؤثرة وفعلاً هي يمكن ما ينساها، وإن شاء الله يا رب العالمين فعلاً. فحتى يعني صديقتي اللي معاي ومرت أخوي ذيك اليوم يقولون أنت إيش عليك مني، قلت لهم ما أقدر، الله سبحانه وتعالى قال يا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر والمعروف، اللي أحب لنفسي لازم أحب للآخرين بغض النظر عن الشخص ذي من يكون. فهذه هو لتكن الكلمة الطيبة نصيحة صادقة ترفع من شأن من وجهتها له، ولا شأن لك به، مو بشرط أن يكون من أهلك أو تعرفه. في ناس يقول يا إيش علي منه، لا أنا عبير ما أعرف أقول إيش علي منه.